هي بلدة جنوبية تقع غرب مدينة النبطي، وتشكل ملتقا لعدد من القرى التي تتصل بها جغرافيا وعمرانيا. التسمية للدوير هي اسم ديارة، اسم لاتيني، الدير أو البيت أو المثوى. وبيرجع بيقولوا أنه في نسبة للدور كانت الضيعة عبارة عن مجموعة دور، هي الضيعة القديمة اللي أنت واقفة عليها هلأ، في كان 5 دور هون أو 6 دور، فتصغيرا لدور سمي الدوير. وكمان في مرجع ثالث بيقول نسبة للنبي تميم الدايري، النبي الصحابي الجليل. فهالتسميات هذه من هالثلاثة. تبعد الدوير قرابة 6 كيلومتر عن قضاء النبطية التابعة له إداريا، ولا يفصلها عن العاصمة بيروت سوى 65 كيلومترا. حدودها هي تشمل حروف طول الشرقية، منطقة شلبعل، عبة، هول الضيع اللي محيطين بهالضيعة هيدي، وهي مترين مثل الأطراف بشكل كتير كبير، وهول الضيع اللي هن متصلين فينا مباشرة. تقوم البلدية على مساحة 10 كيلومتر مربع، مما يجعلها الرابعة من حيث المساحة في قرى المحافظة بعد أنصار وجبشيت وكفر رمان. لكن البلدة الكبيرة والمترامية الأطراف اليوم لم تكن سابقا سوى قرية صغيرة مؤلفة من عدة دور تمتلكها عائلات محدودة العدد. مطرح ما نحن واقفين هلأ كانت هاي الضيعة الأساس، الضيعة القديمة، مجموعة دور، دير آلي حماني ودير آلي رمال ودير، بس بالنسبة وآل شقاير وآل الجرمة، هيدي المجموعة اللي أنت هلأ مقابلنا في كم دور موجودين، آل قانصو. فبيقولوا تاريخ الدوير مش أكتر من 300 سنة وليست كانت تابعة لأحد. وتقريباً بيقولوا أنه آل حماني من حمين نسبة لحمين، وآل رمال كانوا قاعدين بطول وإجوا على الدوير، وآل قنصو كانوا قاعدين بشلبعل. فكانت الدوير مجموعة من العائلات اللي هي إجت من آل حطيط وإلى آخره. تعد الضيعة القديمة والحارة أهم أحياء الدوير، ومعها البيدر وهو منطقة البيادر حيث كانت تجري عملية درس القمح بالطرق البدائية، وهناك حي الصمايط والصفا والروس والغميئة. شكل الضيعة على وعي أنا تبعت كيف الضيعة هيدي، بس هون للسياحة. حتى الحارة تبعت كيف بيت واحد عمر هونيك قالوا تعمل بيت وحارة وسمت الحارة وبعد اسم الحارة. هاي الساحة هاي الأساس، مجموعة منازل صغيرة ملتصقة ببعض، كله بيعرف بعض، إذا حدا طبخ أي طبخة كل العالم تعرف من ريحتها، بيشم الريحة بيعرف شو تدخين. الساحة هي النادي الثقافي الاجتماعي ومرات حتى السياسي، لأنه كانت معود الناس تسمع إذاعة لندن الساعة 4 يستمعوها كل الختيرة، وبعدين يجوا على الساحة، اللي سمع الخبر بيجي بالساحة بهالمجمع الثقافي، المصاطب اللي كانت على طول لازم يكون في ساحة ولازم يكون في مسجد وله مصطبة. كان عمري أنا 7 سنين، وكان بي لحام، لحام بي عبد الله الشيخ، كان عنده ملحمة، وبيت سيد قاضي إبراهيم، بيو سيد قاضي إبراهيم كمان كان بيته بالساحة وجامع بالساحة. كان في عنا بركة كانوا يستعنوها قبل بري الطبغ، كانوا يزرعوا دخان وكان اسمها التل هونيك، كانوا يسقوا كل المنطقة تنسقى من هالبركة، وكانوا هن يجيبوا أساطل ونبريش وهيك، كانوا هن على حساب الخاص مشان يوصلوها للأراضي البعيدة. يعتبر البيدر الحيز الأكثر أهمية بعد ساحة القرية، فهو الشاهد على النشاط الاقتصادي والاجتماعي الذي كان يمارس في البلدة.
محطة البيدر اللي هو بالصيف اللي بينعمل على كل محصول القمح والمزروعات وبتندرس وبتنفصل على البيدر، ما كان في الآلات الميكانيكية اللي بتروح هي تفصل القمح عن الحب تبعه والعشب. البيدر كان ينقضى عليه بحدود شهر شهرين أهل الضيعة يبقوا هونيك، كانت تنعمل الدبكة والعشيات المشتركة بحيث كل أهل الضيعة لأنهم بينتهنوا الزراعة كان إقامتهم عملياً ليل نهارا على الكوسة وعلى السرج بالبيدر. سالفاً لم يكن هناك شبكات ري تصل إلى البيوت، فكانت عيون الماء محطة لا غنى عنها في حياة أهل البلدة. العين مرتبطة بمواضع اجتماعية، يعني قصص الحب والزواج بتبدي من العين، كيف بنقيها للوحدة للبنت اللي بده يتجوزها من العين. إذا فيها تحمل جرة على راسها وبريئين بدون ما تنكسر الجرة، معناتها هذه من الشغلات اللي هي حوافز ليتجوزها، إنه هذه لايقة وبتنقي مي ولا كره. فالعين كمان كانت هي مكان اجتماعي أسميه افتعالي ويقولوا عفوي، يعني المواعدة بسموها للتعارف عملياً بالشكل العفوي والافتعالي مع بعض، يزبطوها مع بعض، هي مسألة العين. تعود دوير تاريخياً إلى زمن الفينيقيين، وهو ما تبينه الآثار المكتشفة في منطقة جل الجلالي التلة الغربية من وسط البلدة، وفيها مزار النبي تميم وحوله عدد كبير من الآبار والنواويس المحفورة في الصخر. تلك الآبار شكلت المصدر الأساسي للمياه إلى حين تم ربط البلدة بمياه نبع الطاسي أواسط الستينيات، وهذا ولا تزال البلدة تحافظ على معالمها التاريخية والتراثية والتي يتركز جلها في حي الضيعة القديمة الذي يضم مجموعة من البيوت التاريخية. عندنا بالدوير مقام الولي الصالح تميم، يعني ما في تاريخ له، ولكن نوعا نحن واجيال واجيال قبلنا انه اسم مقام يقال النبي تميم، بس نحن عندنا تاريخين، يعني الولي الصالح الرجل الصالح تميم ضيعة بالمديني وموثق بالمجلس الاسلامي والاثارات والضيعة موجود. احياء يعني هي معالم بحد ذاته. عندنا مثلا الساحة، عندنا الحاج عبد المنعم حطايط مختار السابق اللي احنا بنعرفه نحن وصغار، هو مختار، فبيته عمره شيء 180 سنه، فهذا معلم بحد ذاته. نحن موجودين اليوم ببيت جدي الحاج عبد المنعم حطيط مختار الدوير لمدة 40 سنة حتى 1997، وبالدار المتعارف عليه بالضياع اللي هو الدار اللي بيجتمع فيه كل العيلة واللي بتمشي كل النشاطات من أشغال منزلية أو زراعة أو التحضيرات بتكون ضمن هذا الحيز المكاني، إضافة للصاج تبع خبز المرقوق والتنور للكعك أو بالتعبير العامي هو المشاطيح اللي كانت مشهورة فيها الضيعة. بناؤه ابتدأ من حوالي أكثر من 180 سنة حتى العام، فينا نقول اللحظوي، لأنه بعدنا عم نرمم فيه على مراحل. العلية اللي بتشوفوها فوق عملياً كانت مشهورة بالضيعة، العلية بالأرميد الأحمر هي كانت تعبير انه مثل ما كان بالصحراء الواحد يوقد نار ليجوا الضيوف لعنده، فكان لما يجي غريب بس يشوف في علية يصير بالمعطى المجازي انه هذا صاحب الدار يستطيع تقبل الضيوف. وبالتعبير الجندرمة والجمارك وأياتهم الانتخابات كان مجبور المختار او وجيه الضيعة انه يكون عنده غرفة خاصة يستقبل فيها هالممثلي الدولة، سميها الدرك او الجندرمة. هذه العلية تقريباً تسقفت أرميدا سنة 1907 ميلادية، وبعده الأرميد هو ذاته لحد هاللحظة.
لعبت هذه البيوتات دورا مهما في حياة البلدة، فأصحابها الذين يعدون كبار البلدة ووجهاءها كانوا أهل العقد والحل في القضايا الاجتماعية، بالإضافة إلى كونهم مفاتيح انتخابية توجه ولاءات الناس وخياراتهم السياسية. كانت تركيبة الضيع عادة هي تركيبة عائلية على وجهة، بحيث أنه كل عائلة إلى وجهها أو عميدها، فكان ضمن هالعيال الكبير بالضيعة من حوالي يعني بين 30 و40 عائلة بين صغيرة وكبيرة، لكن في عمليا 3 عوائل كبيرة بالعائلات هن رمال أنس وحطيت، كل عائلة إلى وجهها وإلى عميدها. جدي الحاج عبد المنعم حطيت هو باتجاه عائلة آل حطيت، لكن بالاتفاق مع الحاج محفوظ رمال ووجهاء مبط أنس والعبد أنس عمليا. هؤلاء كان شغلتهم حل المشكلة أو المحكمة الضيعاوية، وهن اللي لازم يتقدموا أي مشروع خيري أو يتقدموا لحل أي خلاف. والضيعة كانت تنحكم بالمعطى العام لوجهاء وعمداء عوائلها أكثر ما تنحكم للزعيم. هؤلاء هن الرابطة بين الجمهور سميه العام وبين الزعماء اللي هن كانوا ثلاثية عملياً، بيت الزين وصيران وبيت الأسد. اعتمد أهالي الدوير حتى بدايات النصف الثاني من القرن العشرين وبشكل أساسي على الزراعات البعلية وتحديداً الحبوب على اختلاف أنواعها، إلى جانب زراعة الأشجار المثمرة كالعنب والتين والزيتون. وكسائر قرى الجنوب امتهن أبناء الدوير زراعة التبغ، وكانوا يقصدون صيد وسوق النبطية لتصريف الإنتاج من الحبوب مقايضة أو بيعا. هذا الواقع الاقتصادي تلازم مع واقع اجتماعي فيه الكثير من التضامن والألفة. ضيعة مشهود له بكثير من العلاقات الاجتماعية مع الفلاحين، كانوا يجتمعوا كلهم مع بعض البعض يشكوا همهم كذا، كان في علاقات اجتماعية بالأول أكثر. الكل كان رجل الدين يقعد، كان البخاتير تقعد، الختيارية كلهم يقعدوا ويحكوا، كانت تلاقي العلاقات الأسرية أكثر من هيك، لأنه كانت الناس تظهر من الصبح على الحصاد على الزراعة، وبالتالي كانت سميها حياته لأي واحد بالضيعة. كل الفلاحين مقسومة قسمين، قسم بالحقل ليلا نهارا خاصة بزراعة الدخان اللي هي كانت زراعة الجنوبيين ولا زالت ولكن اضمحلت شوية. هذه الضيعة كليتها كانت تجتمع بثلاث مطارح، العزا والعرس لأنه العرس لازم يضب كل الناس، والمسألة الثالثة هي إما بسلق القمح بالخلقينة كانوا يسموها، فكانوا كل بنات الجيران يجوا يساعدوا أهل البيت ليعملوا القمح يسلقوه بعدين يفرشوه على السطوح وبعدين يروحوا على المطحنة ليعملوا البرغل والجريش. هلا قاعدين 7-8 ختيارين انت بدي كيف بتحدثوا عم بيقول لك يا عم فلان مش مبين وينه، قال له يا عم خليه على الله بعد بده 4-5 ايام فلاحه، قال له 4-5 ايام ونحن قاعدين هون، ثاني يوم يقبوا كلهم ويروح يفلحوا له بنار واحد ويقعد معهم. هذه كانت موجوده هالامور. وطبعا كانت العادات اذا واحد توفى جاره 40 يوم بدقش لحمي على البلاطه، ما بينشر غسيل الابيض، اهل العزمه بيطبخوا لمده اسبوع لانه الجيران هن بيتكفلوا فيهم. بيوت متداخلة وحياة اجتماعية يسيرها الحب، فعرس أي فرد في البلدة هو فرح الجميع، والموائد القريبة والموائد الفردية لا مكان لها في قاموس أهل البلدة. 4 أيام دبكة على نهار عيد، إن شاء الله بتنعاد عليكم بالحال الصح والعافية، كمان دبكة 4 أيام و5 أيام، يعني يجوا رويد فرقة على البيضة لحد هلا المخفر تقريبا، بالفعل حد المخفر، وناس يلا الميلة صبت رشيد ومطرشيد يتلاقوا وين حبة الشغالة هونيك الفرحة الكبيرة. كان انه كان في شيء سموه المائدة المتنوعة، يعني بالنظام الجديد كان اسمه بوفيه. بالضيعة كان كل واحد بده يطبخ من الاعراف انه يودي صحون لكل الجيران اللي حواليه، وجيرانه بدهم يودوا له صحون، وبالتالي بيجي على الغداء او العشاء بيلاقي عنده منيو من كل 7-8 انواع، بس هو طابخ مره، لكن كل الناس بتجيب صحون لبعضها، وخاصه في شهر رمضان مساله التبادل اذا كان يعني
أكل فيه شوية لحمة ودجاج بالأيام القديمة ما كانتش متعارفة يوميا. فلما بيطبخ ديك بلدي أو بيذبح مزاية أو إلى آخره فلازم يطعمي كل الجيران، وكل ما يقطف موسمه أول قطفة لازم يضيف منه الناس، يعني طلع عنده التين بضيف، طلع عنده الصبير بضيف، طلع عنده العنب. وبطبيعة الحال كان كل واحد استحلى من الكرم، ما حدش بيحاسبه، يعني مرق بكرم التين في يأكل، مرق بكرم العنب في يأكل، وبالتالي كان في تسامح. والأهم أنه ما بتذكر بالضيعة كان حدا يقفل بالمفتاح، ومن النكت اللي كانت بالضيعة أنه إذا واحد خبى المفتاح يكتب أنه المفتاح تحت الجرة أو المفتاح تحت الزريعة، وبالتالي لو ما كتب كل العالم بتعرف بس بده خبى المفتاح أو تحت الجرة أو تحت تنكة الزريعة الكبيرة أو تحت المرد تبع العتق. تأثرت الدوير شأنها شأن قرى جبل عامل بالحرب العالمية الأولى وما رافقها من قحط وجفاف وأزمات معيشية واجتماعية، مما اضطر الكثير من أبناء البلدة إلى بيع أو رهن ممتلكاتهم وأراضيهم لعدم قدرتهم على تحمل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الناشئة أو تجاوز تبعاتها. ووجد الأهالي وخصوصا الشباب منهم في الهجرة بابا للهرب من الواقع المتردي. الدوير كأي بلدة جنوبية كان اقتصادها قائم على الزراعة. اللي حصل انه مع بدايات القرن العشرين قسم من اهل الدوير سافروا الى الخارج، راحوا للارجنتين والبرازيل وامريكا وما الى ذلك للعمل مع الحرب العالمية الاولى. وهؤلاء رجعوا بعد انتهاء الحرب، ما بقيوا هناك، وشافوا العالم المتقدم صناعيا واقتصاديا، فكان جل همهم هن ومجتمعهم الزراعي الدويري انهم يعلموا اولادهم. من هون بتلاقي كثير من المزارعين سواء كانوا فقراء او اغنياء بذلوا جهد غير عادي الى تعليم اولادهم، بتعليم اولادهم. فكان الولد يبعثوه على النبطية حيث كان في ابتدائية، او يبعثوه الى صيدا حيث كان في متوسطة وثانوية، أو يبعثوه إلى بيروت بالثلاثينات والأربعينات. وبتلاقي الجيل المتعلم الأول بهالفترة خلص بالجامعة اللبنانية مع بداياتها الأولى في لبنان الخمسينات ستينات حواليها. أدرك أهالي الدوير أن المدرسة هي البوابة الأساسية للتنمية المنشودة، فتركز سعيهم على توفير مؤسسة تعليمية توفر لأبنائهم فرصة التعلم في البلدة دون الحاجة إلى اللجوء لمدارس أخرى في المدن الكبرى. فكانت الدوير أول قرية من قرى قضاء النبطي تحظى بالمرحلة المتوسطة. فتعمرت المتوسطة الرسمية بالستينات كانت موجودة، وصارت تعطي مستوى علمي متميز، وصار قسم كبير من طلاب أهل الدوير يطلعوا بعد البروفي يعملوا دار معلمين. دار معلمين يعني بثلاث سنين فقط يصير معلم مدرسي. معلم مدرسي يعني مستوى ثقافي أفضل ومستوى مالي أفضل بهذيك الأيام. بهذيك الأيام كان معلم المدرسة الرسمي مستوى العلمي والمالي أفضل بكثير من أي وظيفة أخرى، وقطعا أفضل من المزارعين. بالخمسة وسبعين عندي لع الحرب كان عدد الأساتذة الرسميين بالدوير أكثر من 100، ونسبة وتناسب بطبيعة الحال كانت كبيرة. هذا الأمر خلى أنه لما الطلاب طلعوا على الجامعات وعلى بيروت وعلى دار المعلمين انفتحوا على العمل الحزب السياسي اليساري بشكل أساسي، بحيث أنه لما صار الاجتياح الإسرائيلي 82 كان المجلس السياسي للحركة الوطنية بالنبطية من أصل 7 في 6 مسؤولي الأحزاب من الدوير عمليا، وحتى رئيس المجلس السياسي كان السيد كاظم إبراهيم أيضا. وبالتالي هذا تطورت أنه طلع مسؤولين حزبيين أساسيين منهم
المرحوم الوزير علي أنصر رئيس الحزب القومي ومسؤول حزب البعث، يعني في مسؤولين على كل الأطر الحزبية كانوا بالكوادر والصفوف الأولى. انصراف الأهالي نحو تعليم أبنائهم أدى إلى تراجع الاهتمام بالزراعة لحساب الوظيفة التي يرتكز عليها الاقتصاد الدويري اليوم، بعد تبوء عدد كبير من أبناء البلدة مراكز رفيعة في القطاع العام ومختلف الاختصاصات والمواقع العلمية والمهنية. كان في جيل فات على الوظيفة العامة، تحديداً الدرك قوى الأمن الداخلي بالثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي. هولي جابوا مصاري على الدوار، جابوا مال، تميزوا عن المزارعين وصاروا يوضعوا أولادهم بمدارس المنطقة المتميزة عن غيرها. أدت فيما أدت إلى وجود جيل مثقف يهتم بالثقافة أكثر ويهتم بالوظيفة العامة، وبالتالي صار في كثير من الأجيال المتعاقبة تهتم بأنها تروح على الوظيفة أو تهتم بالثقافة. أهم وظيفتين موجودين بالدوار هي الوظيفة الأمنية والعسكرية، إضافة للوظيفة التربوية. يعني مشهورة الدوار بأساسة المدارس، بأساسة الجامعات، مشهورة دوير بالجيش، بمختلف المواقع بالجيش. في أكثر من 40 شهادة دكتوراه حتى غير الطب بالمسائل العلمية، عدد المهندسين تجاوز 80-90 مهندس، عدد الأطباء بالمعطى الصحي تجاوز 35-40 طبيب باختصاصات مختلفة. وبالتالي هذا الأسمي المستوى العلمي أو الإطار العلمي، لأن سبقت غيرها فيه من السبعينات، يمكن هلأ بعد شوية متقدمة، ولو أنه كل قرى جنوب بطبيعة الحال لحقتها بهذا الركب. شغف أهالي الدوير بالعلم حجز لهم مكانا أبعد من الخارطة المحلية، حيث ذاع صيت علمائها في الفضاء العالمي ليصبح النبوغ سمة رديفة للمجتمع الدويري. يعني تشتهر الدوائر بعلماء من رجال الدين أمثال السيد مهدي علي إبراهيم وابنه الله يقدس سره اثنيناتهم علي إبراهيم الدوائر، وكان مشهد لهم بفتويهم وبمراجعاتهم، كانت الضيعة تجي تستفتيهم بكل الأمور. أما بالنسبة للنوابغ اللي بالدوائر تحمل طاقات كثيرة بالدوائر، فيش مجال لتعدادها. هناك كثيرون ممن برعوا في فن الكتابة، فنحن جيلنا مثلا عاصر الدكتور كاظم حطيط الابن مختار البلدة الذي كان أستاذا رسميا وكان كاتبا لبنانيا وعربيا، ولديه الكثير من المؤلفات باللغة العربية في حقل الأدب وفي حقل الثقافة وفي حقل التاريخ وفي حقل الإسلام. أنه العالم رمال رمال كان من اللي هيك ضوى شوية على الدوار بالنبوغ وبالعطاء العلمي. المرحوم حسن رمال بيو عائلة عادية، يعني موظف لم يكن من كبار الموظفين، عائلة محترمة جيدة، ومع ذلك هذه الأسرة طلع منها عالم دولي بحقل الفيزياء وما إلى ذلك. فبالحقيقة أنه كان حط هدف قدامه العالم رمال رمال ووصل له، وكانوا يعتبر بجرينوبل أنه هو أصغر عالم في العالم، كانوا يسموه البتيس أفاد اليومون، يعني قد ما هو مميز كان العالم رمال رمال. وأنا رحت على جرينوبل وزرت المدينة واجتمعت بمديره مسيو برنار، وتلامذته كانوا يحكولي عنه للعالم رمال رمال، فحقيقة صعقت بالجهد اللي كان يقوم فيه، وخاصة بالمختبر. كان يقعد 18 ساعة في المختبر لحتى يحقق الأبحاث العلمية، إلى أن وصلت مجلة ليفيغورو أنه من أحد العلماء بنسبة 100 عالم سيحكمون العالم بسنة 2000.
بعدما وضع أكثر من 120 بحثا علميا، رحل العالم رمال رمال في ظروف غامضة، حيث توفي في فرنسا ولم يقدر له إتمام مسيرته العلمية. في موضوع الجمعيات والمنتديات، حقيقة الدوائر تذكر جيدا النادي الذي كان يضمها ويضم شبابها المعروف باسم منتدى البيت الريفي، الذي كان يضم الشباب والصبايا. في الحركة الثقافية الجنوبية بشكل عام التي حصلت في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، كان منتدى البيت الريفي ربما من أول الأندية في الجنوب الذي كان فيه مكتبة عامة. ومن ثم أيضا بعض الشباب المتدين مع بدايات الصحوة الإسلامية في العام 74 75 76 أنشأ في بلدة الدوائر المكتبة الإسلامية العامة. كل هذه الأندية والمكتبات وما إلى ذلك ساهمت أيضا في الحركة الثقافية. انعكس الطوق المعرفي لأهالي البلدة في الحركة الثقافية التي شهدتها الدوائر، حيث انتشرت فيها النوادي والجمعيات والمكتبات. أهالي البلدة المتنورون والتواقون للعلم والمعرفة كانوا في منتصف السبعينيات على موعد مع شخصية قلبت كيانهم الثقافي والاجتماعي ووجهت بوصلتهم نحو الفكر الإسلامي العملي. نحن نعلم أن هذه الفترة وخصوصا في أواسط السبعينيات كان هناك الكثير من الحركات أو الأفكار الثقافية والسياسية للأحزاب اليسارية، وبداية صعود العمل الإسلامي الثقافي، وكانت هناك المجالات الثقافية المحتدمة. أتى الشيخ رغب حرب في المنطقة كما في الدوار يلعب هذا الدور الثقافي الذي يفسح في المجال للفكرة أن تأخذ مداها بالقناعة والاقتناع مع الآخرين. هذه الجذوة الثقافية وخصوصا مع شخصية مثل الشيخ راغب حرب، هذه الجذوة لمعت مع بدايات احتلال 88، حيث تم تعميم النموذج الإسلامي الواضح لفكرة المقاومة ضد إسرائيل استكمالا لجيل من المقاومين ما قبل الجيل الإسلامي. وهذا الشيء شق إلى يعني الطريق أمام أن تتطور المقاومة على المستوى الشعبي في البداية، وثم على المستوى المقاوم العسكري. 88 لما فات إسرائيل صارت الناس يشوفوا الظلم، وهيك صاروا يفوتوا بالمقاومة من زمان. 88 والناس تفوت بالمقاومة. بيتنا بس مغرفتان كبار، ناموا هني هون كعبوا راس، وأني ناولين الشيف من فوق الحار. أنا يتركهم رعبة أهلي لفوق، يعني يخليلين الجو. إجي ليها الغاز مغسل بالزيت، اللي مفدي أجركو شو شغلتي أنا يسابي غسلوا بلايفوا مثل التالي تكرى معاك منهم عندك يعني. فهم نوان رح أني ودي لي نأكل بالسام داني الحمد لله. وبالشتاء أنا حط علي حريم ونيلوني ليجي ويأكلوا هنا ورا البواب. هناك الشهداء في العشرات في كل الاتجاهات، لكن بالطبع هذا مشروع المقاومة الذي استكمل مع المقاومة الإسلامية والتي قدمت يعني كم أيضا عشرات الشهداء في بلدة الدوائر. هؤلاء الشهداء بينهم ما يميزهم أنهم أشخاص كانوا منطلقين في الحياة، كانوا متعلمين، كانوا أشخاص على مستوى رفيع من الخلق. تدربنا الحجنبي برعشات العملية، أول شهر بدوار المقاومة الإسلامية جابوا لي جي، وولادي كانوا مرتضى عبد الله صغار مكشف المهدي مع الصغيرين يعني. قالوا شو بتمشوا البسوا تياب كان مكشف وامشوا ورا خيكم. قفت هنا يعني قلت الله ينصرنا زكي يا إمام الخميني هنا بالبوابة، لا بكات ولا شيء، الله بيصبر.
لانه انا الي خاطري واولادي يكونوا مقاومه. مرتضى استشهد بال94 والشهيد عبد الله بال95 ورا بعض، ما حصلت ظهري يعني ورا بعض. امام الحسين عليه السلام كل اهل بيته قدمه، لا يبقى دستورنا القران، لا يبقى ديننا. وليش نحن ليش كنا مش عشاننا نحن نبقى يلا فخ هذه اخذت الامام الحسين نحن. الله سبحانه وتعالى يلهمنا هيك من انها ولادي حبيب قلبي كرة عيني الحمد لله بيض وجهه علوا راسه رفعوا راسه وبرحمه لسه نعبرت نبوس ونوم نسلم ابرك. وكان لأهل الدوير عهد مع التميز والسطوع، فكما كانوا السباقين في سبر أغوار العلم والوصول إلى أرفع المراكز العلمية والوظيفية، كان لهم حضور خاص في العمل الجهادي. هناك نماذج قاضي شهداء في الدوير، طبع قاضي أعطوا أعمارهم للمقاومة وبقي عملهم صدقة سر بحدود 20 سنة، ولا أحد يعرف عنهم أنهم يلعبون هذا الدور الاستراتيجي على مستوى المقاومة. شهيد ساجد الدوير محمد أنصو استشهد في بيت يحون منطقة بنت جبيل في أثناء العدوان 2006. إذا أتيت على سيرة مثلاً على سيرة أحدهم سماحة السيد عادل عكاش، هو من الأشخاص الذين درسوا في قم حوالي 10 سنوات ثم أتى إلى بلدة الدوير وأصر على الإقامة في بلدة الدوير لكي يلعب دوراً أساسياً في الموضوع الثقافي. وأنا أذكر لم يمر أسبوع إلا وكان يقيم الندوات واللقاءات في البيوت، غير الندوات التي كانت تحصل في النادي الحسيني او غير النادي الحسيني. وما ميز السيد عادل عكاش في دخوله الى البيوت، كل البيوت دون استثناء ودون النظر الى الخلفيه الثقافيه او حتى السياسيه لاصحاب هذه البيوت. وهذا حقيقه فقدنا باستشهاد السيد عادل عكاش نموذج، يعني انا اذكر به دائما نموذج الشيخ راقب حرب بأخلاقه الدمثة وعلمه الوفير. طبعا السيد عادل عكاش استشهد هو وزوجته وأبنائه 10 في بداية عدوان تموز بال2006. لم تشهد الدوير كسائر القرى والبلدات الجنوبية نسبة عالية من الهجرة والنزوح، فارتباط أهلها الوظيفي كان له الفضل في بقائهم فيها على مدار العام مع تسجيل نسبة هجرة ونزوح متواضعة. هذا الواقع أدى إلى ازدياد عدد سكانها وتطورها على غير صعيد. يعني بالأول كنا نحكي بالتسعة تلاف نسمة أو شيء، صرنا بعدين مع وعينا وكبرنا صرنا 12، يعني هلا بعت صرنا بحدود 15,000 تقريبا، هيك شيء صار. هلا دوير يعني هلا صارت أولا منتشرة بكل الأحياء، تواصلت مع بعض، الأحياء البعيدة صارت تواصلت مع الأحياء القريبة، يعني في عنا أكثر من 5,000 وحدة سكنية. أما بالنسبة للاغتراب نسبة 4% 5%. مش أكثر ولا أقل، يعني عناش كثير بس بضل بتواصل مع البلدة، نعتمد عليهم ببعض الموارد لبعض الأشغال العامة، بيساعدوا وبيقدموا حقيقة للمغتربين. يعني نسبة 90% من الناس عندها ترابط دائم بالضيعة هون، حتى يعني لو كانت موظفة بيروت أو بأي مجال بالمدينة فهي عندها شغل أساسي هون، متواجدة على مدار يومين بالأسبوع أقلها. كل شيء هو موجود بالمدينة أو بيطبق على سكان المدينة من حيث كل اللوازم ومن حيث كل الحاجيات، يعني عندنا الأسواق موجودة، محلات موجودة، مطاعم، استراحات صار في عندنا موجودة، كل شيء بيطلبه يعني المواطن موجود، كل شيء يعني
يعني كان بالأول يلاقي الواحد إنه بروح على المدينة بلاقي في المدينة فرق عن الضيعة، بينما نحن اليوم بالضيعة أي حاجة بدنا إياها، أي شغلة بدنا إياها، أي شيء من إيدينا. أنا يعني أكثر من مدرسة مؤسسة تربوية، وعنا ثانويات أكثر من ثانوية، وعنا قاعة العالم رمال رمال هي على مراكز تربوية حضارية بالضيعة، وعنا مؤسسات اجتماعية، عنا أكثر من نادي، وعنا مستوصف، وعنا جمعية جديدة جمعية البر بالوالدين، وعنا مؤسسات فندقية أكثر من استراحة، وعنا مصانع تقريبا، عنا مصنع وحيد يمكن بالمنطقة هو مصنع مصاعد كهربائية على صعيد الجنوب، يعني مصنع مهم له علاقة برا كمان بالدول برا، وعنا مؤسسات صناعية وحرفية على جميع الأصعدة. بدأنا بإنشاء ملاعب رياضية، عمليا في عنا ملعب أساسي على مستوى البلد، يعني بصدد إنجازه، يعني نحن بالمرحلة الأخيرة من إنجازه، ورايحين أكثر لبناء مجمع ثقافي رياضي اجتماعي على ضمن مشروع متكامل بحاكي كافة الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية. يعني بهذا المكان ناويين نعمل شيء مخصص للأطفال، شيء مخصص للشباب، شيء مخصص للمتقاعدين، لكبار السن، وبالتالي عم نشتغل على هذا الملف. تعتبر لجنة الوقف في البلدة من الخلايا الناشطة التي تسجل اهتماما لافتا بدور العبادة والأندية الحسينية